انت فين يا بنتي؟ لا زياره ولا تليفون. معلش يا جلال، غصب عني. غصب عنك لدرجه انك تنسي جلال خالص؟ اخفى عليك يا جلال، اوعى تقول كده تاني. انت ما تنساش انا تعبانه قد ايه. ما هو بالشكل ده انت لغتيني من حياتي خالص. انا شكل محسوب عليك راجل، واي راجل يرفض انه يبقى في الوضع اللي انا فيه ده. طب اعمل ايه بس؟ اسمعي، انا لازم اخطبك. تخطبني؟ طب وبابا واهلك؟ مش مشكله، انا هقابل اخوك صلاح اللي هو المفروض قدام الناس دلوقتي ولي امرك. لا انا ما وافقش ابدا. يا سبحان الله، ليه بس يا عم قنديل؟ تتجوز من ورا اهلك يعني ايه؟ ما انت عارف انا بحب هدى. اضمن منين ان حبك لهدى هيعمر اذا كان حبك لاهلك ما عمرش؟ ما هي اصل لبيبه مش موافقه، لكن الجدع عمل اللي عليه. ده في ده اطلعي منها وهي بتعمل، ويطلبها من صلاح ليه؟ هو انا مت؟ بعد الشر عليك يا اخوي. يعني انت مش موافق يا بابا؟ مين قال كده؟ انا لما اطلع هروح اقابل اهلك بنفسي. انت مش بتحبها؟ طبعا يا عم. خلاص استنوني لما اطلع، في ناس بتطلع بنص المده. تفيده فين صلاح؟ عارف في ايه؟ أبو صلاح؟ أبو صلاح؟ أنت هدى؟ صلاح؟ هدى؟ يا هدى؟ بنتي يا هدى؟ يا بنتي يا هدى تعالي. أيوة يا ماما. تعالي تعالي شوفي. إيه روحي خالتي. إيه ده؟ مش معقول. يا ابني خد يا امي. يا اخواتي زي ما اكون بحلم. مبروك عليك يا حبيبي، سبع بركات. لكن دي جبتها منين بقى يا صلاح؟ من جد وجد. طب شوف بقى يا صلاح، ما دام ربنا كده فتحها عليك تبقى لازم تنجد لي اوضه المسافرين. بس اوضه المسافرين؟ يا اخويا لا، ده انت هتنبسطي، في مفاجآت كتير قوي. الله يخليك. اخبار جلال ايه؟ مش باين يعني. الظاهر زعل من رد بابا. بس ولا يهمك، انا هعرف ازاي اعدل كل حاجه. طب خد كل السندوتش ده يا صلاح. سندوتش ايه؟ جرام صلاح طلباتني خبطت في الجدون عشان خاطري يا ابني. خلاص بقى والنبي ما تكسفني ابدا. الحمد لله، كل انت بس كل. خدي يا هدى. الحمد لله، شكرا يا ماما. هتدور بابا امتى يا صلاح؟ ان شاء الله بعد كام يوم كده. وانت يا ابني مش ناوي بقى؟ ناوي عليها يا ام صلاح. يوب الجواز. جواز يا بت؟ انت اتجننتي؟ ليه؟ انا مش قد المقام ولا ايه يا صلاح؟ لا ده انت المقام نفسه. هو انا هلاقي زيك؟ ده انت عدوله الحلاوه والطعامه والرقه والانسانيه. بس اصل بيني وبينك الجواز دوت دقه قديمه. وبعدين نمره اتنين، انا لسه بكون نفسي. بتكون نفسك ده ايه؟ ده انت على قلبك قد كده يا صلاح، تضحك عليا. النهارده الخميس، خمسه وخميس على قبه عينك، هنقر على بعض. وانا هحسدك برضو. سيبك من القر ده، ما هو كله عشانك. يا بنت ده انا هعيشك عيشه ما حصلتش. الله، وبعدين انت ناقصك ايه؟ ما الحياه جميله ايه؟ عارفه الجواز هيخلي الدنيا مكشره، هيخلي الدنيا نيله. كده برضو؟ يعني هو ده رايك؟ انت عايزه مني ايه؟ عايزه اروح اشوف امي. قريب ان شاء الله. مش بس هتشوفيها، ده انا هجيبها تعيش معاكي. وهجيب لك عربيه. عربية مخصوصة على الدولة، والله بسواق. عارفة مين؟ عارفة الواد فرج؟ هجيبه ويسوقلك وتضربيه على قفاه بالجزمة. جيتك ايه يا صلاح؟ ما باخدش منك غير كلام. انت عارفة يا عدولة انا جبت العربية دي ليه؟ عارف، عشان شغلك طبعا. وحياتك ابدا. انا اصلي كنت كل ما اروح اتمشى في منطقة هادية كده الاقي الافندي من دول راكن العربية في شارع هادي. ومش قاعد لوحده بقى، معاه الموزة بتاعته. لفف ايديه حوالين رقبتها وقاعده عسل هنا. فبقيت اقول يا رب يا رب ارزقنا بعربيه وحته موزه. فربنا كرمنا الحمد لله وجبنا العربيه. ما فضلش بقى غير ان احنا نلاقي الموزه. فهمت. حياتي انت موزه عمري. يا سلام، الحياه اكتملت. عارفه ميس ايه؟ امين شرطه يعاقبنا احنا الاثنين.
انت عايز ايه بالظبط؟ شغل. شغل؟ شغل مني انا؟ منك ده ايه؟ شغل معايا. انا طبعا عارف انك عواطل. من غير طولك لسان. ما انا عارفك طول عمرك اقرع ونزعي. قلنا من غير طولك لسان ابو صلاح. اقعد يلا. اقعد. شوف يا فرج. احنا اخوات. ولولا كده ما كنتش كلمتك. وعلى راي المثل يا بخت من بكاني. يا حاجة فين قهوتك الحلوة؟ بإيديك الفل كده. بقولك ايه؟ أنا عندي ليك شغلانة مية مية. فل. هتقعد نار على كرسي، لا تهش ولا تنش. يعني برضو هتفضل عواطلي زي ما أنت. ودي شغلانة إيه دي بقى؟ هفتح لك بوتيك. بوتيك؟ قاعد، واحد يجي، عندك معرفش إيه عندي. ما عندكش معرفش إيه ما عنديش. أدي كل الحكاية. وهتلهف 200 جنيه في الشهر. كام؟ 200 جنيه ده في الاول بس، وبعدين العمليه هتكبر وهتزيد. ايه رايك بقى؟ قلت ايه؟ شغلانه و200 جنيه. انا بفيدك اهو، وبصراحه منتظر انك تفيدني. ازاي؟ يعني ادفع؟ تدفع. اسلم؟ اسلم. اسلم مين؟ عديله. ايه؟ ما تتنحش قوي كده. أنا عارف إنك ابن بلد وصعب عليك تفهم الحقيقة دي، لكن لو فكرت شوية بعقل رايق، بعقل واعي وفاهم الزمن والأيام واللعب التقيل اللي حواليك، أنا واثق إنك هتوافق. أنت عارف إنها ما بتحبكش، بتكرهك وسابتك. يعني لا أنت هتتجوزها ولا هتعرف مكانها فين، يعني الورق بتاع اللعب كله مش معاك. لكن لو تسمع كلامي وتقبل الحقيقة وتحط إيدك في إيدي، هيبقى كل اوراق اللعب معاك. لو وافقت هنزل اقلب الصالون بوتيك خلال شهر. يا سلام صلاح. ازيك يابا؟ اخص عليك يا صلاح، طول المدة دي ولا تزورش ابوك في السجن؟ خلتنا احس ان السجن سجن. والله يا ابا، والله انت دايما على بالي، بس هي مشاغل. مشاغل؟ مشاغل تبعدك عن ابوك في الظروف الصعبة اللي هو فيها دي؟ لا، ما هو انا اصلي كنت مسافر. الحمد لله، بركة ان انا اطمنيت عليك. طمن انت. انت اخبارك ايه يابا؟ نحمده. قول لي اخبار الصالون ايه؟ الصالون صالون الحلاقه؟ ده ماشي كويس قوي. ده حتى دلوقتي يابا بيجيب في اليوم يجي 3 جنيه. رضا اهم يشتروكوا برضو. المهم يابا، انت وصلتك الزياره؟ انا بعت لك تفاح وسجاير اجنبي. كتر خيرك يا ابني. لكن منين الحاجات دي كلها؟ شغل. قال يابا خلي بالك من نفسك يا ابني، وامك واختك خليك حنين عليهم. طب عن اذنك يابا، وخلي بالك من نفسك. صلاح لو طلبت منك خدمه تعملها لي. يا خبر، ده انت تؤمر يابا وانا نفس. عاوزك تخلي بالك من عيله جابر. الراجل مات بسببي وذنب ولاده في رقبتي. انت عارف ان الارض اللي عايشين عليها مش دايما، خايف اصحاب الارض يطردوهم والعيال مالوش حته يتوه فيها.